السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، معكم بديع جريسا. اتس بين وايل ما سجلتش خاطر كانت عندي معناتها تعديت بفترة صعيبة برشا وما نجمتش نسجل فيها. اما دونت وري جايز، فما لات كامنين عندي برشا بلانز باش نقربولهم وباش نبداو نخدمو فيهم وباش نحضروهم ان شاء الله على قريب. البارتي الجاي الكل فما برشا بروجرامات جايين وان شاء الله يعجبوكم على الاخر، دونك نتعداو ونحكيو عليهم. دونك اول حاجه قبل ما نبداو نحكيو على البلانز ساعه باش نعملو تذكير صغير شنو نوع الكونتنت اللي كنت نقدم فيه. كيما تشوفوا معايا ديجا كنا نقدمو في كونتينيو من نوع تاع كومبيتس بروغرامينغ، دونك تلقاو لهنا معناها بروبليمات وقاعدين نقراو فيهم بعضنا ونحاولو نحلوهم. بيان سور لي بروبليم هذو ما خدمناهم على بلاتفورم اسمها كود فورسز وان شاء الله باش نعاودو نخدمو عليها سون. تنزيد نحكيو في الموضوع في البلانز الجايين. Sinon, نلقاو زيد some content about game development. Par exemple, هنا عنا quelques formations مخدومين باليونيتي، معناها تخدمت من الأول live session on site، ومن بعد كي عاودنا خدمنا tutorial صغير عليه باش تكون معناها باش نزيدو نوضحو أكثر الحاجات اللي حابين نوصلو لهم في السيسيون هذيك. Sinon, عنا زيد quelques formations خدمناهم على Unreal Engine واللي هما بون قدام برشا. ديجا البريود هذيك ما كانش عندي اكسبيريونس كبيره في الريل انجن، اما مش مشكل معناها ديجا فما حاجات ان شاء الله جايين على قريب وان شاء الله يعجبوكم بالباهي. سينو نتعداو اول بروجرام باش نبداو نحكيو فيه. دونك نبداو باول بارتي. في البارتي هذه باش نحكيو على اول بروجرام باش نخدمو عليه واللي هو البروجرام تاع الكومبيتيتيف بروجرام. بالنسبه للبروجرام هذا عملت سام سكاوتينغ ولقيت الفيديو هذايا. في الفيديو هذا اما معناها الشين يوتيوب هذيا نعطيكم اللين نتاعها في الديسكريبسيون. دونك عمل سام سورت اوف ترينينغ شيت، عطى الفيجن نتاعو الواحد يحب يترينا ويحضر روحو للكومبيتيتيف بروجرامينغ. باه في الفيديو هذي معناها عطى كيما قلنا ترينينغ شيت هذيا، وفما تو ويز باش انك تخدم الفاسون اللي باش تترينا بها لهنا. باه فما البلايند اوردر ترينينغ ستايل وفما التوبك بيز ترينينغ ستايل. بالنسبه للبلايند اوردر ترينينغ ستايل اللي هو باش يبدا من اي حتى دي 3، دونك ويمشي والافونسمون ما يمشي ويصعبوا التوبكس، دونك باش تحاول كل مره تقدم وتحاول تسولفي از ماتش از يو كان. باهي دونك واغلب معناها البروبلمز اللي باش تلقاوهم هنا باش تلقاو جينيرالمون فما شكون عمل سولوشن ليهم، دونك تنجم تتبع وتحاول تفهم. بالنسبه للبروبلمز اللي ديجا حليتهم في الشانل نتاعي اي جيس مانيش باش نعاودهم مره اخرى، جست باش نحلهم ليا اني، مش معناها باش نعاود نعمل فيديو على نفس البروبلم. سينو فما اذر واي باش انك تستعمل الشيت هذا اللي هو topic based training style. بالنسبة topic based training style اللي موجودين في A حتى D3 راك باش تلقاهم نفس البروبليمات موجودين لهنا، جوست لهنا فما فرق معناها بسيط على الاخر اللي هو الكاتيجوري اللي حاططها لهنا. معناها مثلا اذا كان انت تحس روحك ضعيف في math problems جي لهنا تمشي تلوج على math problems وتجي تخدم عليهم. مثلا عشان تحب تحسن الباينري سيرش، تحب تحسن داتا ستراكتر، تحب تحسن dynamic programming، دونك جي لهنا وتختار التوبك اللي انت حاشك بها ولا تختار الكومبينيزون تاع التوبكس اللي تحب انت تخدم عليهم وتختار الليفل. زاد لهنا خاطر اي جاس الليفل از امبورتنت على الاخر خاطر بلوز او موان باش يمشي ويولي اصعب. دونك ذا لور ذا ليفل ذا ايزير ات جيتس، فهمت؟ دونك لهنا انت تنجم تختار الستايل نتاعك. اللي باش نعملوه نحنا باش نحاولو نطبقو البلايند اوردر ترينينغ ستايل. سينو نتعداو للبارت الجايه. دونك من البروغرامات الجايين زاد اللي قاعد نخمم باش نعملهم اللي هما فورماسيون صغيره على السي بلس بلس. بالنسبه اللي يعرفوني ديجا معناها في الكومبيتيتيف بروغرامينغ لانجويج اللي نخدم بيها هي السي بلس بلس. باه نقول قايل بعض ساعات صعيبه شويه يحسها وكل شبهها، معناها علاش واحد باش يبدا ديريكتومون يخدم في السي بلس بلس هو ما عندوش بيزك نولج عليها. في الكومبيتيتيف بروغرامينغ يو دونت ريلي نيد ذات، اما نخليو هذاك على جنب وباش نحاولو نعملو ليتل ترينينغ على سي بلس بلس. باش نبداو بالبروسيدورال اللي هو السامبل باش نلقاوه زادا في كومبيتيتيف بروغرامينغ، باش نحاولو زادا نوصلو للحاجات مور كومبليكيتد كيما معناها الكلاسز والاوبجكت اورينتد بروغرامينغ وحاجات كيما كيك. باش نحاولو نعملو
طلع بروجرام مزيان ونحاول نطبقوه في سي بلس بلس. اي هوب معناها هذه حاجة كنتوا تستنوا فيها ولا معناها تحبوا عليها، وسينو نتعداو للحاجة اللي بعدها. من الحاجات الأخرى اللي قاعد نخمم ديجا باش نعملهم اللي هما little training about game development. دونك كيما تشوفوا قاعدين تشوفوا معايا ديجا عندنا لهنا اليونيتي انجن. دونك سواء باش نخدموا على اليونيتي سواء باش نخدموا على الريل انجن. دونك بالنسبة اللي يعرف اليونيتي، اليونيتي راهو جيم انجن يخدم معناها السكريبتينغ سكريبتينغ لانجويج نتاعو هي سي شارب. ديجا فما حاجة زادا قاعدين يخدموا عليها وعلى قريب من عش اسكو امبلومونتي ولا مازلت، هي الفيزوال سكريبتينغ. دونك اللي مانيش متاكد منه دونك اسكو باش نخدموا يونيتي ولا انريل. اما بالنسبه حاسيل الانريل، انريل راهو معناها جيم انجن خدمته الابيك جيمز ويخدم مع سكريبتينغ لانجويج نتاعو. عندك سواء باش تستعمل سي بلس بلس وباش تخدم على البلوبرنت بلوتو. سينو نتعداو للبارت اللي بعد ولنا نكون وصلنا لاخر بارتي باش نحكيو فيها، واللي هي مش ريليتد برشا بالبارتيات الاولانيين، اما كايندا من البروغرامات اللي نبرمج باش نخدم عليهم سون. باه كيما كنت تشوفوا مكري البلانز اللي كنت نحكي عليهم الكل بلوز وما ايديوكيشن، معناها ديجا كيما تعرفوا الكونتوني اللي قاعد نقدم فيه في حاجه باش تتعلم هاو تو دو كومبيتيتيف بروجرامينغ، باش تتعلم كيفاش يو ديفلوب جيمز، تتعلم مثلا سي بلس بلس. لهنا في الشانل هذه باش نعملوا حاجات ديفرنت. من الحاجات ديفرنت اللي باش نعملوهم هنا باش تلقاو في الشانل هذه اي حاجه ريليتد بالجيمز، اما مش جيم ديفلوبمنت، معناها مثلا لنا باش تلقاو وورك ثروز نتاع جيمز، تلقاو جيم بلايز، حاجات كيما كيك. بالنسبة لي ديجا يتبعوا فيها يعرفوا انه معناها خدمت سام جيمز، بديت مثلا توم برايدر وما كملتهاش، ما لقيتش برشا وقت باش نخدمها و اي لوست ذا سيف، دونك مانيش باش نكملها توا، ما مايت نعاودها من الاول و حاجة هذيا معناها نخمم فيها خاطر الجيم زينة برشا ونحب نعاودها ونحب نلعبها نكملها للاخر. سينو اللي الحاجة اللي باش نبداها ونعملها سون على الاخر هي هولو نايت. هولو نايت از ون اوف ذا جيمز اللي خدمتها تيم شيري وخدمتها بالجيم انجن يونيتي. الجيم هذه حلوه على الاخر وكاستوري مزيانه برشا، دونك نحاولوا نلعبوها مع بعضنا. بالنسبه لي راهو اني ديجا كملتها قبل، اما اللي نحب نوصله لهنا نحب نوصل البيرسبكتيف نتاعي كيفاش نرى الجو وكيفاش نشوف معناها عابد لازم يلعبها وكيفاش لازم يكمل الجو. ذاتس ذا ايديا اللي باش نحاول نوصلها في هولو نايت. سينو فما واحدة أخرى نحب نسجلها زيادة نخمم فيها في البلانينج معناها متاع الجيم متاع الجيمينج شانل اللي هي Little Nightmares. Little Nightmares ما نعرفش الحق شكون خدمها بالضبط كاستوديو، أما الجيم هذه راهو ما كملتهاش. بون حتى هولو نايت ما كملتهاش 100%، بون كملتها 112%، ما هي بون 111، أما جو هي توفى 112%. Little Nightmares جست لعبتها for 20 minutes، حبيت نعرف جوست ستايل نتاعها شنو بالضبط، اسكو حاجه مزيانه على الاخر ولا لا. دونك عجبتني جو ونحب نسجلها. ذاتس اول معناها اباوت ذيس شانل، ذاتس اول اباوت ذيس بارت. دونك لنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. ام فيري اكسايتد معناها باش نبدا البلانز هذوما باش نبدا نخدم فيهم الكل. جوست حاجه بركه بالنسبه للبلان هذايا راهو معناها اول حاجه باش نبدا نخدم فيها اللي هي الكومبيتيتيف بروجرامينغ. دونك هذاك اول بروجرام وباش يكون ويكلي موجود شي هبط على الشانل نتاعي المين اللي هي بيتيان غريسا. باي ذا واي بروبابلي راهو مبدل الاسم نتاعها ومبدل الايدنتيتي معناها اللوجو وكل شيء، ما دونت وري اي شير سو يو جايز كان فولو مي. وبالنسبه زاد للكونتوني الجيمينغ معناها باش يكون كيف كيف ويكلي، باش نحاول نخدم كلك سوا يا جو بركه يا زوز اي سي وراي كان دو خاطر عندي ديزونجاجمون زاد. سينو بالنسبة للسي بلس بلس والجيم ديفلوبمنت ان شاء الله على قريب على قريب نبداو فيهم، ما نعرفش بالضبط وقتاش، ما نحبش نعطي بروميسز وديتس وكل شيء، اما بالحق ام تراين ماي بيست انه ننظمها ونحاول نبدا فيها على قريب. باهي دونك سينو حاجة نوصيكم عليها على الاخر في الفيديوز، بليز اولويز جيف اس فيدباكس وقولوا لنا شوما الحاجات الباهية وشنوما الحاجات الخايبة، شوما الحاجات اللي عجبوك في الفيديو وشوما الحاجات اللي ما عجبوكش في الفيديو،
خاطر I'm trying my best to improve my videos. معناها مانيش I'm not professional in video editing nor professional YouTuber. أما نحب نحسن الكونتنت متاعي ونحب نخدم حاجة مزيانة والعباد تحبها. دونك that's all for this video. I hope you enjoy it. وإن شاء الله تكونوا زادة excited للبروجرامات الجايين الكل. سينو. Peace.